عبد النعيم واصحابي بيقولوا لي نعيم. انا بشتغل مصنع ومحرك عرايس ماريونيت. اللي شدني في العرايس حاجات كتير قوي، من اهم حاجات اللي شدتني فيها انه العروسه كعروسه هي اداه ساحره جدا يعني، وفعلا بتقدر تشد وتاخد انتباه الجمهور بدرجة كبيرة قوي، مش بس الأطفال. أنا اسمي بوب. النهاردة أنا في الساقية، كان عندي عرض مع العروسة الماريونيت فلان اللي هي تصميم كريم عبدو وتنفيذي. فلان بيطلع على المسرح كأنه هو المطرب بيغني كلمات الأغنية وباقي المسرح بيبقى مضلم يعني. بالنسبة لي دي تجربة كويسة قوي وهايلة، لأنه هو شغل لايف يعني، المزيكا لايف والغنى لايف والجمهور لايف برضو، بتستقبل رد فعله في ساعتها. مسرح العرايس بشكل عام هو بالظبط كأنه مسرح البشري العادي يعني. لو احنا بنقول على المسرح ابو الفنون، فنقدر ببساطة نقول على مسرح العرايس يعتبر برضو في كل المميزات اللي بيتمتع بيها المسرح البشري العادي: صوت، اضاءة، حركة، ديكور، ملابس، اغاني، كل العناصر اللي بتبقى موجودة في المسرح البشري هي برضو برضو موجودة في مسرح العرايس. اضف اليها بقى امكانيات العروسه اللي مش ممكن تبقى عند الممثل البشري، انها يبقى شكلها غريب قوي او نسبها مختلفه على حسب نوع الشخصيه والكاركتر، انها ممكن تعمل حاجات مش ممكن الممثل او البني ادم العادي يعملها. فلان التقليد الدائم لازم اسلم عليه. اللي شدني في مسرح العرايس انه على المستوى الشخصي هو بيحقق لي حاجتين مهمين. اولا الجزء الفني، زي ما كنت بقول هو مسرح، هو فعلا فيه تمثيل وابداع يعني، ليه علاقه بالمسرح كمسرح في الرؤيه وفي الحركه وفي الفيجوال في كل حاجه. وعلى الناحيه الثانيه هو بيحقق لي جزء ليه علاقه بالشغل بالايد، لانه دي بالنسبه لي حاجه ممتعه وجميلة يعني، ان انا اشتغل بايدي بادوات او بمكان في خشب او في خامات تانية، اني اعمل الحاجات دي بايدي دي حاجة ممتعة تخليني اتمسك بالشغلانة اكتر واكتر. تصنيع العرايس محتاج دقة وصبر ووقت ومحتاج مجهود. في انواع كتير جدا للعرايس حوالين العالم وفي مصر وكده، اشهرهم مثلا او اهمهم خيال الظل، اللي هي عروسه بتبقى 2D بتتحرك من ورا شاشه بالظل والنور، ودي من اقدم العرايس اللي كانت موجوده فعلا. في عرايس العصا اللي هي عروسه بايدين وكده وجلابيه، بس بتمسكها من تحت وايدين العروسه بتبقى ماسكها انت في ايديك عن طريق عصايه. وفي عرايس طبعا ظهرت حديثا اكتر زي بيج ماوس، اللي احنا زي العرايس اللي هي بتتكلم اكتر حاجه يعني، بتحرك بقها اكتر حاجه، دي بنقول عليها بيج ماوس. وغالبا برضو الايدين بتتمسك
بعصيان. وفي عرايس الماريونيت طبعا اللي هي العرايس اللي بتعمل بخشب غالبا وبتبقى بخيوط ويبقى المحرك بيحركها من فوق. معظم العرايس بتعمل من الخشب، من خشب وماش جلد وخامات تانية، بس مش قانون يعني، لأنه في عرايس بتعمل بخامات تانية. زي مثلا أنا عملت عروسة اسمها مستر صفيحة، العروسة دي معمولة من المعدن صفيح، كلها معمولة من الصفيح من الألف للياء، وما فيهاش أي قطعة خشبية ولا خامات تانية إلا ما نظر يعني. انا بحب مسرح الخيوط او عرايس الماريونيت تحديدا عشان مش ناس كتير بيعملوا الشغلانه دي، لا في مصر ولا في العالم. ممكن تبقى الناس مهتمه اكتر او العدد الاكبر من بتوع العرايس في العالم مهتمين بانواع تانية، بس الماريونيت ممكن تبقى عشان يعني فيها شويه صعوبات، فيها شويه تحديات في الشغل يعني، مش سهله انه يبقى عندك ورشة فيها الأجهزة أو الخشب تعمل دوشة وانت بتعمل العرايس يعني. قصدي أقول إنها الشغلانة نفسها إنك تبقى بتاع عرايس ماريونيت في حد ذاتها ده تحدي، وبالنسبة لي دي حاجة كويسة أوي إنه أنا عايز أخد التحدي ده. فكرة انك تبقى بتاع عرايس تعمل شغلانة محدش يعرفها قوي او محدش يعرف عنها حاجة تقريبا يعني، دي في حد ذاتها حاجة شدتني انه انا عايز اقتحم العالم ده، ومش بس اقتحم، انا عايز اقتحمه وعايز اعرف الناس اللي ما يعرفوش، عايز اعرف الناس انه في حاجة اسمها مسرح عرايس، العرايس بتعمل ازاي، وانها مش حاجة صعبة ولا رهيبة، انها ممكن تتعمل بسهولة وكده. في فيش بس مش شغاله، غالبا لازم يشغلوها في الفيديو.